يا لهوي يا ناس على الجمال والحلاوة والريحة اللي طالعة. الله الله الله، احنا قلنا نغير ونعمل البط النهاردة مع الملوخية الجبارة والرز بالشعرية، عشان في بكرة تحدي جامد. تعالوا بينا يلا على التحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعة، عليه عليه أفضل أفضل الصلاة الصلاة والسلام. والسلام. ماما ممكن تعلي التكييف لك، الجو حر، لسه طالعة من المطبخ. فإيه يلا بينا. بصوا معانا ايه النهارده يا جماعة، بس قبل ما نبدأ التحدي نحط اللايكات الجميلة بتاعتكم، ويا ريت يا ريت يا ريت لو بتحبونا تتفرجوا على الفيديو من أوله لآخره وتشيروا القناة لأصحابكم وقرايبكم. وتعالوا بينا نخش على التحدي الجامد قوي ده. معانا ايه يا لولي النهارده؟ معانا دخلين بط، معانا بطتين مرجان، هو بطايه وانا بطايه، تمام، تقيله، ومعانا كل واحد طبق رز وطبق طبق ملوخيه. ملوخيه المصري الاصيله. وتعالى بقى خشي يا ابو محمد يا جامد. التحدي ده يا جماعه تحدي جامد جامد جامد، تحدي يستاهل 2000 لايك بقى من الله. انا بقى اعكس كده تحدي الابطال. تعالوا بقى تعالوا تبقوا تشرفونا وتنورونا. هو بطايه انا بطايه، هو رز انا رز، هو ملوخيه انا ملوخيه. شايفين يا جماعه الملوخيه وجمالها؟ شايفين؟ طب حاسين؟ بسم الله، انا جعانه قوي. عندكمش فكره عن الريحه والطعم. واستنونا بكره في تحدي جامد قوي. اللي بيسالوا انت بتحطي معالق ليه؟ عشان لو الاكل فاض حد حب ياكل منه ايه ما يقعدش في الثلاجه مكاننا، بيبقى معلقه نظيفه احسن واحسن يعني. صح يا لولي؟ طبعا. ايه الملوخيه دي؟ انا مش هقطع. انت بطتك ولا بطتي؟ طبقات الطبق اللي اكل فيه ده ميدو، هات الطبق وجدعني والسكينه. اغز ملوخيه فظيعه، جدعني وشد حيلك. طب في الدنيا الاحلى شوشو نور. تسلم يا قلبي. شوشو زريبو ولا لا؟ لا هات علينا زريبو. انا اتجلقت. شوف احسن. لا هقطع، انا هقطع لنفسي بس انتظر العقاب. هتقطع لك يا ابو محمد؟ لا ابو محمد يا غالي، لا ابو محمد يا تعم. لا بس اطلع نفسي. ماشي بس انا هدي لابني الفص الفيليه. ماشي براحتك. لو طلعت انا معاك. بصي هبدا بالصدر. بصوا يا جماعه لازم تتعاقب والله. بصوا لازم اعاقبها اعاقبها اعاقبها. هتشوف ابو محمد يا غالي. ماشي ماشي، انا عارفه ان انا ما هونش عليك. لا والله لازم النهارده تتعاقب. شوشو قلبي لولي يا يسخ. شايفين الدخانة؟ شوف يعني الدخانة. ريح فين محمد؟ تقولوا بقى لولي بقى شرير، بقى شرير وسخن قوي البتاع. يا عالجمال لازم تتعاقب. دي حركاتك هتشوف يا عيني. من النهارده مفيش حكومة. انت شفت اللي انا عملته في ام احمد؟ هتشوف شوشو الجديده. ماشي. من النهارده مفيش حكومة. فص الفيليه قلب ماما. الحكومة ولا فص الفيليه محمد بيعشقه. ايدك يا بنتي يا شوشو. قلبي شوشو. الملوخية تقول فيها سكر عشان بس لولي اللي شاريها. والله بجد هات لنا من النوع ده بكره لو لقيته. هو هو على فكرة يا جماعة الزرع بيتغير كل يوم، كل حاجة أنواع سبحان الله. ممكن بكرة تلاقي ملوخية نوع تاني خالص. مش عايز مرتب أبو محمد؟ لا. ترجمة
عارفين يا جماعة انا لو اللقمة مش بتقف لي هتشوفوا شوشو تانية خالص. ده انا عايزك تتجدعني. تتجدعن؟ اه والله. بص البط عامل ازاي، بص ايه الجمال ده. عشان خدي بالك انت ممكن العقاب بتاع النهارده ما يخليكيش تعرفي تعملي التحدي الجامد بتاع بكره. بس خلي بالك احنا عايزين ناكل بسرعه لان الفيديوهات بتاعتنا بقت بتطول جامد. طب يلا اهو احنا جاهز اهو. الناس بقت بتقول الفيديوهات طويله. طب بص اقول لك حاجه، خليها على وقت. انت لا ما عادي. نحسب الوقت اللي فات. لا. يا بنت يا شوشو. ليه يا جماعة الواحد في التحدي بيحس ان بقه مخروم؟ خد بالك التحدي على كله، على الملوخية. جدا. على الملوخية. ايوه. 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 ده انا جامدة قوي ابو محمد. فاطمة يا فارس شجعيني، سيبك من الشرير ده، بكرة اعمل التحدي بقى اللي انت قايلة عليه. طبعا انت فاهماني. تاخد حبة ملوخية؟ ها؟ تاخد حبة ملوخية؟ لا. هكسبك يا هكسبك ابو محمد. انت لسه كنا كده؟ لا. انت ما كملتش الفخد. فين ما هو؟ هو الفخد فين؟ هات بقيته. اقطع لك صدر؟ انا عارفه يا جماعه معلش هو مش هين عليا. والله؟ اه والله. ماشي. ما بيعرفش يقطع. بس انا قلت ايه؟ اعرفه قيمة شوشو في الدنيا دي. ماشي وماله. سخنة قوي يا علي. نروح. شايفين الدخان؟ علشان بس ما تقولوش انا ظالمها. على فكرة والله انا حاسة ان البطة بتاعتي صدرها اتخن من البطة بتاعتك. خلاص تغيري. والله ما انا اكلت السيف. انا معاك للاخر. عايزك تجمدي. والله التكييف شغال وحاسه بحر. طب خد الربع الثاني. هاخد يا بابا. انت قدامك بطه مش ربع تاني. حر حر. او بقول لك الشتا جاي ايه؟ بزعابيب والله اعلم. والله يا جماعه. والله والله انا حاسه الصدر عندي كان اكبر. لا لا الا الله. لا لا الا الله. اه والله. خلصي ملوخيتك يا ماما يلا. شوفوا بتنهار. البط الجميل ده.
كمل خش. الله شوية الملوخية يا جماعة مزاج. بحب اشرب الملوخية مزاج عندي. كل سيبك من دي مصمص في الاخر. ماشي. يا نهار انت يا ابو محمد. بس. وبعدين في الاصوات دي بقى شو شو انسحبي ام انت مش قادره سامحها يا رولي. لا والنبي لا والله بالله عليك والله ما هيحصل بالله عليك. يلا انت مش قادره مكمل. انا مكمل بجد. اه والله انسحبت يا جماعه. اه عشان ايه نقصر. طب انا مكمله. كملي. انا مكمل والله فعلا ما انتش قادره. طيب انا شايفك. انا رجع لكم يا جماعه بالعقاب. انتظرونا. رجعنا لكم بالعقاب بقى يا جماعه. فانا قلت ايه لازم الفلفل الاحمر مولع نار 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 مع ليمون. يبقى العمليه ايه؟ يلا شوش اهون عليك. اه بذمتك. اه والله يلا. طب بلاش الفلفل. لا الاثنين مع بصي دول خرطتين ليمون اهم. اشهدوا يا جماعه اشهد يا تاريخ. ماشي التاريخ هيشهد. اشهدي يا فاطمه يا فارس وتفكري لي في عقاب جامد. انا بقول لك اهو من موقعي هذا لازم تاخدي حقي. فكروا لي يا فاطمه. ماشي وانت يا نزدار وكل وفاء فكروا لي في عقابات. كل حبايبي فكروا لي في عقابات. ناصر ما قلتش عليه. وكل حبايب لولي يقولوا لي جدع يا لولي. يلا ماشي. مع بعض كله. اه يا حرام ازاي علي ده لعب عيال. حرام عليك والله يا لولي. لا ده لعب عيال ده. لا ما فيناش من كده. ما فيناش من كده. فلفل احمر مولع شطه نار. يلا اه ايه لازم. ده يا علي بالله عليك. لا لازم تكملي. هموت. لازم تكملي. قلت يعني خلاص ماشي يا جماعه. دي بس حاجه بسيطه علشان بعد كده لازم تشوفوا تتحكم على طول على طول على طول. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لان من دلوقتي ممكن في حاجات تحصل كده غريبه. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.